السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم أصدقائي في كل مكان؟ معكم أخوكم كريم من قناة كريم عطية. عندنا لكم شرح جديد، وشرحنا اليوم راح يكون إن شاء الله عن طريقة تمويل بدون تكسيرات بتطبيق جميل جدا اكتشفته قبل أيام، يعني بدون الحاجة إلى التصميم بتطبيق بيكسلاب ولا تطبيق محترف الخط. تطبيق جميل جدا عجبني كثيرا. نروح لشرحنا قبل كل شيء، إن شاء الله تدعمونا بلايك للفيديو، اشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس. خلونا نوصل 10,000 مشترك هذا الشهر إن شاء الله. مرحبا بكم أصدقائي من جديد. طبعا نقوم بالدخول لرابط التطبيق، هذا هو رابط التطبيق هكذا. نقوم بالدخول للرابط، ننسخ هكذا ثم نضغط على الذهاب. بعد الدخول إخواني الكرام لرابط التطبيق أو رابط خطوط، راح تطلع لك هذه الواجهة، ما عليك سوى الدخول إلى أنا لست روبوت هكذا. هذه هنا نضغط على انا لست روبوت هنا، ونعلم على كل الصور اللي اعطوك اياها، مثلا اعطونا اشارة مرور، نعلم على اشارة المرور هكذا. اي صور فيها اشارة مرور تضغط عليها، او يعطوك سيارات او اي شيء يعني بهذا الشكل. هنا بعد الضغط على تحقق ثم نضغط على كليك هير تو كونتينيو بالازرق، مباشرة ما عليك سوى انتظار 6 ثواني فقط، ثم ننزل لأسفل ونضغط على Get Link هنا. هذا هي رابط التطبيق، هنا يحولكم مباشرة، نضغط على تنزيل، حجمه 5 ميجا بايت فقط، نضغط على تنزيل هنا ونحط ننتظر قليلا ونضغط على أول واحدة وننزل. نفس الشيء إخواني الكرام مع رابط الخطوط، هذا هو رابط الخطوط هنا، نضغط هكذا ونحط الرابط هنا، ونفس الشيء نعمل مع هذا ونحمل الخطوط، نفس الشيء يعني نفس الطريقة اخواني الكرام. بعد ما نحمل الخطوط والتطبيق نروح للملفات، يعني اللي ما يعرف يفك الضغط عن الخطوط، نروح هنا للهاتف، تروح تبحث عن ملف الداونلود هنا، ملف الداونلود. بعد ما تدخل راح يطلع لك هكذا رابط الخطوط هنا، ما عليك سوى الضغط على الخطوط هكذا، ثم تنزل الى هنا وتضغط على ضغط هكذا، ثم تحط موافق، نفس الشيء يعني، وتحط موافق وتفك عنهم الضغط بكل سهولة. ركزوا معي يعني اخواني الكرام بالتطبيق، يعني تطبيق صعب قليلا يعني معقد. هذه اخواني الكرام واجهة التطبيق، ما عليك اول خطوة يعني تعملها هي الدخول لتطبيق بيكسلاب هكذا، اريكم يعني شيء فقط. هكذا يا اخواني الكرام ناتي الى هنا ونحط الخلفيه شفافه هنا هكذا، ثم نضغط على هنا ونحط حفظ الصوره، فقط نحفظ الصوره الشفافه هكذا يا اخواني الكرام، ثم نقوم بالدخول لتطبيق محرر الصور هذا التطبيق. نضغط على علامه الزائد هنا، ثم نضغط على المعرض هكذا، ثم اخواني مباشرة نروح للصورة الشفافة اللي حملناها من بيكسلاب. هذه هي الصورة السوداء، هذه هي واجهة التطبيق اخواني الكرام. هنا مثل ما تشوفون نروح للتصميم، هذا هو تصميم، هذا هو هنا، نضغط على التصميم ثم نضغط على علامة الزائد هنا ونضغط على النص هكذا مثل ما تشوفوا. هكذا اصدقائي تابعوا معي، يعني هاي الطريقة يعني شوي يعني معقدة قليلا. نضغط على المزيد هنا، هكذا اصدقائي نروح للتعديل هنا، ثم نضغط على النص اللي راح يطلع لك انا ضايف له خطوط من قبل، نضغط على النص هنا ثم نختار خط خاص هكذا، ثم نروح للملفات، مباشرة نروح للملفات هنا، نضغط على المنزل هذا ونبحث عن ملف الداونلود هنا، نبحث عن ملف الداونلود مباشرة للخطوط. لحظة فقط، مثلا ندخل لخطوط كريماتية هنا ثم الخطوط ونحط تحديث، تحديث هنا ونضيفهم هنا، راح يطلع لك خط ديواني، ثم لنغير الخط نضغط على الزائد هنا مثل ما تشوفوا، نفس الشيء مع البيكسلاب هو محترف الخط يعني.
هكذا نحط تطبيق هنا، نكتب النص هنا، نكتب مثلا سهيلة مثلا، ثم نحط تعدين، نحطها جيري سمت هكذا يا اخواني الكرام. ثم نضغط على تطبيق هنا مثل ما تشوفوا، هنا نضغط هنا لنكبر المخطوطة، هنا تقدر تدورها يعني، يعني احسن من بيكسلاب ولا ومحترف الخط يعني، مجرب وعجبني كثيرا. ثم نضغط هنا ثم نحط تطبيق هكذا اصدقائي، ثم نضغط هنا ونحط حفظ بي في هنا، ونحط حفظ هكذا تم حفظ الصورة بنجاح. ونروح ل البوفين هنا، ونروح ل الفوتوبيا الموقع التلوين بالذهبي، نضيف ستايلات كالعادة، هكذا أصدقائي نضغط ثانية واحدة، نضيف الملفات يعني ستايلات، ونضيف المخطوطة ننتظر قليلا هكذا نضغط على الطبقة هنا ثم النمط ونلونها ونرجع لكم بس دقيقة. هكذا اصدقائي مثل ما تشوفوا معنا، هكذا اصدقائي مثل ما تشوفوا من التطبيق مباشرة، نضغط على ملف هنا ثم يس هنا، ثم على البي ان جي، ثم نحط حافظ هنا ونحط جوجل درايف هكذا يا اخواني الكرام. بعد ما صممنا الاسم ولوناه بالموقع مع ستايلات، حملناه من جوجل درايف، وهذا هو مخطوطة اللي صممناها من التطبيق مثل ما تشوفوا بدون تكسيرات ولا اي شيء يعني تطبيق مجرب وعجبني جميل يعني عجبني جدا، وحبيت انزل لكم شرح عن التطبيق. اخواني الكرام رابط ستايلات اسفل بالوصف، رابط التطبيق والخطوط ايضا اسفل بالوصف، اي استفسار راسلوني على التليجرام وعلى او على الواتساب، زوروا قناتي على التليجرام، احط لكم رابط قناتي ايضا على التليجرام اسفل بالوصف، نزل بها اشياء ما ننزلها على اليوتيوب، اي استفسار راسلوني احط لكم معرفي ايضا للتواصل معي اي استفسار راسلوني، خليكم في خير، بخير، في امان الله، سلام.